السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من حلول لعبة بابجي. اليوم حنتعلم طريقة التحكم في حساسية اللعبة، أنه في بعض في أحيانا في اللعبة بتكون اللعبة أو الحركة في اللعبة بطيئة جدا أو سريعة جدا، فإحنا كيف بدنا نتحكم في يعني أو نضبط الحركة في التحكم في سرعة اللعبة أو بطء اللعبة. هاي واجهة اللعبة من الكمبيوتر، نضغط على علامة السهم، نروح على الإعدادات، في هنا خيار الحساسية. عندك هذه هي الخيارات الأمثل للعبة أو اللي أفضل للعبة. طبعا اللعبة على المحاكي إعداداتها بتختلف عن طريق الموبايل، فأنت عشان مثلا بدك انك تكون الجودة او السرعة عالية بتحطها عالية، عندك بتضبط لك اياها انها سريعة جدا. متوسطة هو من هنا بلعب لك فيها، يعني متوسطة منخفضة يعني هنا الحركة بطيئة اللي هي الافتراضي، منخفضة بدك الافتراضي يكون سريعة تحط على خيار عالية متخصصة. لك بعد ما تخلص من ضبط منخفضة او متوسطة او عالية بتحط مخصص، بيعطيك ايش انه هذا خصص الاعدادات هذه للعبة. بعض الاحيان انت عن طريق المحاكي لمن في حسابك او في حساب اللعبة مثلا بتعمل مثلا متوسطة او عالية او بتلعب في الاعدادات تعود الحساسية، عندك على الجوال تختلف الاعدادات بيصير عندك السرعة عالية. فانت اذا حابب او السرعة بطيئة جدا، فانت اذا حابب عن طريق الجوال تغير الاعدادات انها تبقى سريعة اللعبة او الحركة، طبعا ما عليك الا انك تعمل من هنا منخفض او متوسط او عالي. اذا ما زبطت معك بتروح على زي ما اتفقنا على الحساسية، نفس الاشي عن طريق الجوال بتعلي هنا تقريبا يعني شبه كامل، لانه في الجوال تبقى ابطا عشان التحكم في الاصبع مش في الماوس، بتعلي ريزوليوشن لكل الاوامر يعني شبه كامل بتخليها على هذا الاشي على الجوال مش على الكمبيوتر، لانه الجوال بيبقى منخفضة جدا السرعة بتختلف عن طريق الكمبيوتر. منعليها زي ما انتو شايفين، نطلع من اللعبة، وهيك بتكون احنا غيرنا الاعدادات او الحساسية للعبة وسرعنا اللعبة عن طريق الجوال. جرب ضبط الاعدادات هذا وشوف كيف حيكون الفرق على الجوال. فاذا حابين نرجع الاعدادات احنا عن طريق الكمبيوتر بعد ما خلصنا لعب، بنحط هنا عالية او متوسطة او منخفضة اللي هي الاعدادات الافتراضية تاعت اللعبة نفسها او الشركة نفسها. زي ما انتم شايفين تغيرت الاعدادات لكيف مثلا احنا حابين تكون اللعبة بطيئة او منخفضة او متوسط السرعة. في درس حتلاقوه على القناة طريقة ضبط الاعدادات الافتراضية للعبة بشكل كامل. وهذا كان درسنا لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا استفدت من الفيديو ما تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك وكومنت. حلو زيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من حلول لعبة ببجي.